إذن مرحبا بضيوف الكرام، وأبدأ معك مصطفى توسى من باريس. صدور شهادة مثل هذه من دبلوماسي سابق ومحنك من وزن إكزافيي دريونكور تتحسر على واقع العلاقات المغربية الفرنسية بسبب رهان وصفه يعني منذ البداية بالخاسر للجزائر. ماذا تعني وما دلالاتها أيضا؟ نعم، يعني قبل الإجابة على هذا السؤال المهم يجب أن نعرف المشاهد العربي على شخصية إكزافيي دريانكور. من هو هذا الرجل الذي يتحدث بهذا الصخب بهذه الجدية عن العلاقات الفرنسية المغاربية، الفرنسية الجزائرية والفرنسية المغربية؟ إكزافيي دريانكور كان سفير سابق لفرنسا في الجزائر ما بين عام 2008 وعام 2012، وعاد أيضا كسفير لفرنسا في الجزائر بين عام 2017 و2020. إذن هذا الرجل يعرف تماما، يعني يعرف تمام المعرفة، خبايا الطبقة السياسية الجزائرية، اللعبة السياسية الجزائرية، موازين القوى في الجزائر، سواء تعلق الأمر بالعسكر، بالأحزاب، بالصحفيين، بالمثقفين، يعني بالمود الذي يعني تعيش فيه الجزائر. عندما يتحدث هذا الرجل، وهو نشر مؤخرا هذه الدراسة البحثية في معهد أو مركز دراسات يدعى توماس مور، وهو يعني مركز عنده مكاتب في بروكسل وفي باريس، مركز نفوذ وتفكير ونشر دراسات يعني استشرافية ومستقبلية. عندما نشر هذه الدراسة هو حلل الوضع السياسي الذي تعيشه حاليا العلاقات المغربية الفرنسية المغربية والفرنسية الجزائرية، وكانت قراءته ومقاربته أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان على خطأ عندما راهن بهذه القوة على النظام الجزائري وأعطاه كل الدعم السياسي الذي كان يريده، ويعني وخاطر بأن يخسر الحليف المغربي فقط لكي يربح بعض المعارك. أهمية إكزافيي دريانكور أنه في هذا التقرير يتحدث عن المعارك التي خسرها الرئيس إيمانويل ماكرون مع النظام الجزائري، سواء تعلق الأمر على مستوى الطاقة والاقتصاد، على مستوى تنظيم الهجرة السرية، على مستوى بيع الأسلحة، على مستوى التنسيق السياسي والعسكري والاستراتيجي بين فرنسا والجزائر في منطقة الساحل. كل هذه المعارك خسرها الرئيس إيمانويل ماكرون وخسرتها فرنسا. يتساءل إكزافيي دريانكور، لماذا بالرغم من كل هذه المعارك التي خسرها الرئيس الفرنسي لا زال يصر على أن يعطي الأولوية والأفضلية لهذا النظام الجزائري ولعبد العزيز تبون؟ هو يتساءل ويطرح السؤال ويقول لا نريد أن نخسر المغرب دون أن نربح الجزائر. وفي الرسالة الأساسية لهذا التقرير هو يوجه رسالة ونصيحة وتحذير إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه انطلاقا من هذا الفشل الواضح المعالم يجب عليه أن يغير ملامح السياسة والمقاربة ويتوجه للمصالحة ولإنعاش المحور المغربي الفرنسي وإنعاش العلاقات الفرنسية المغربية.